جوانای ما شهید شد، شهید دادیم، بچه خودم شهید شد. قتل العديد من الشباب كما قتل ابني. كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الأوضاع في أفغانستان تشكل تحدياً كبيراً، ليس فقط للداخل الأفغاني ولا للدول المجاورة للأراضي الأفغانية ومنطقة آسيا الوسطى فحسب، بل ستكون بمثابة تحد شديد التعقيد لبلاد ودول بعيدة عن آسيا الوسطى. الشباب فقدوا شبابهم، والأمهات فقدن أولادهن، والأطفال لم يعد أمامهم مستقبل يبصرون من خلاله النور. أريد أن أنقل هذه الرسالة للشباب. قتل العديد من الشباب كما قتل ابني. لا أريد المزيد من إراقة الدماء. قتل ابني في لوغار، كان أحد أبنائي في الشرطة ولكنه قتل قبل عامين، ولا زال ابني الثاني على قيد الحياة. ذهبنا إلى المطار ثم عدنا بسبب سوء الوضع في المطار، وكان الجميع خائفين من وصول طالبان المفاجئ. ذهب الجميع إلى المطار للخروج من البلاد، ولكن الوضع كان سيء. وأمام كل ما نراه ونسمعه من أسى وفقد يكون